dugsiyada al irshad schools. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرضي ومالي كيني صدحات برنامج كيني أونلاين كاها وما ديني لغة عربية وحيسد ديني وحن قادنا الناس صدحات ما أنت وحن درسي ندقنا أنه إن شاء الله تعالى وعشر ديني لغة عربية وحن بلاب أنه إن شاء الله درسي يبوه الرئي يبوغي نكويا لي مراجع هان أيضا أصوم رأينا إن شاء الله ما دام إنه دميني بوجا يمنهج كأنتي إنه لوجو تلاقي بوجا إنه وققرنا إن أردت دمن تدو حكوا السنة يا إن أي عشرة ذا دي بأوسوم مراجعين أو يلا صعدان مربع حلك لمرني ما أنت عشر كنا إنه قالنا إنه حكوا سبسيني هاي الثروة الحيوانية وعشر كيوه الري قيبتي سكوت من قالنا الإبلو الجيل الموضوع عشر كنا حكوا سبسيني هاي الثروة الحيوانية إلها دقاله حيوان نمو الثروة الحيوانية وإلها حيوان إن هاي صنع عشر كيلو سين هرو شجني ومراجع قيبتي كواد بين قادنا أنا عشر كان صدح قيود وقيسين هاي قيبتي كواد أين قادنا أنا أو أه الإبل الجيلة تمتلك وحو هاي استا بلادنا ودن كينو ثروة هائلة دقالة أدوين تتمثل في الأنعام ويمتليان حولها يما يرانكو وهي وحويان حولها الإبل والجيلة والبقر يلاقض والغنم يجيلة التي تاسو تعتبر لغتريو من أهم المصادر الاقتصادية إلها دقالة أوغوم همسن لبلادنا ودن كينو اسكالي يهي والإبل الجيلو هو ذلك الحيوان وحيوان كا الضخم آدك أوين العجيب الخلقة أبوركيسو اللياب كلي يهي ضويل العنق قرتي سو أيديرتهي قصير الذنبي دودي سو أيقابنتهي الذي كاسو له سنام وحلي يهي كرس رفيع آد أسرية يمتلئ وحكب وحك كروسكا شحما حير بكب وحده وللإبل الجيل وحليه أربعة أرجل أفر لغود أيو ليه أو ذات أخفاف وصاحبة باب عين عريضة آذ بالبلارن تساعد وحي كعاوسا هدو وحل ويدين كرا عقاها بالبلارن محي أقبتان جيل تواب تواتن تساعد وحي كعاوسا على الصير إنو كدل صعود في الرمال قرور حد حديثة سيدو كلاو تقيه وحي كإلاليسا من الحر كليل كاية كإلاليسا والشوك يقضح ذا ونحو ذلك يوحي وحالم ذا فهي يدو للإبل الجيل وحي وشرتها بمثابة النعال للإنسان حلك كبه وشران بني آدمك والإبل الجيل يصبر وحي الصبر على الجوع قاتذا والعطش يأونك شهرا كاملا بلد ميسترا أيو ayuu u sabra hadhowayn sheeg kartaa haddii uu muddo intee leeg ayuu u sabra geelu qaagtada iyo haraadka muddo bil ah ayuu u sabra sawatu waa maxay hadaba taana hadii la weydiiyo jawaabteedu waa maxay laana fi badnihi maxaa yeelay calooshiisa kiiseyn laba kiis ayaa ku yaala oo yaxtazinu fiihima wuxuu ku kaysada alma abiyaha wuxuu isaga yuctabar waxa lagu tiriyaa min alxayawaanaat xayawaanada allati taasu tajtarruso cali cishata maa fii jawfiha waxa calooshiisa ku jira litumdiqa si ay u calaliyaan min jadiidi mar labaad wahaakadaa sidaas tafcalu libilu geelu waxay sameeyaan goormay sameeyaan baa lagu odhan karaa camaliyat almadqa ama calamiyat alijtiraa waxaa odhanaysaa tafcalu libilu geelu waxay sameysaa camaliyadda cindamaa markay taawi u soo hooyato ilaa mabaarikiha xirihooda markay u soo hoydaan أو أما وسط توقف أي سكتاكتو عن تناول طعامها عمتضى إني قادتو من الأعشاب عوسكية وأوراق الأشجار قيدها عليمه داء وغالبا بضيا وحلقورن كرحل ما أيد على وقتيا عملية دن ميني على لينتو وقيلو صميني وغالبا بضنا ما يحدث ذلك هارنتا سواحد عضا في الليل هبين كأيد عضا قوفك كحيقا تحمل وحي قادة أنثى الجمل قيلة يسددك جنينها المهيضية 13 شهرا صدح يتوان بلوض أما الذكر كاللب ميا فيصمى وحي لغمك عابا الجمل أور أيا ليلة ويدعى وحي لغوية رصيده كلب صفينة الصحراء دون تصحراء أيا ليلة لأنه محايا ليستخدموه أديك سنية للعبور سيوغو قدو في الصحاري صحراء المترامية الأطراف لنعيدي سؤي كلفوقيهين والغابات الكثيفة يتكيمها حرا
والأماكن الصعبة يميلها أدكت هاي المرتقى إلا فنته أو لفوله حيث لا توجد طرق سيدو كلام مركا آني تيرين ودوين للوسائل أو إسكارسي لوسائل النقل الحديثة إي إسكارسين تن تدك قادة إمكا عصوب إساقا إيا لأديك سنتري وعلى العموم قودهان فإن الإبل قيل تمدنا وحي نصية باللحومي هيلب أيو نصية هدي هدول الويديو محي فايدة قيل أين كيح اللاواء محي قضبانا ترنس تمدنا وحي نصية باللحومي هيلب كما نستفيد منها سيدوك الوحن وقفايدي سنة في تجارة قناعسيقة مع العالم عالم كانوا لنا ينهي حيث تصدر وحي دوفسا سومال إلا سومال وحي دوفسا الجمال أورت أي دوفسا حل كيبه دوفسا إلى الأسواق العالمية سوقية عالمك صوت هدب دوفين سواه محي لجلب العملة الصعبة سيئة وحشو العق أدق ولذا سيدا أوجد يجب علينا وحي نقواتبه أن نحافظ إنه إلى لنه على هذه الثروة الغالية رقالها قالقة ونعتني به سيدوك له أن اعتناء إلى لن أن نصينه معاني الكلمات وكلمة معنه عشر كؤولها الكلمة وكلمة دي معناها يمعنه دي كلمة تمتلك معنيه دو حويان تقتني وهيستويان أملكي ثروة معنيه دو حويان أموال ضائلة وحوله وهوين أما حوله مهيمة هائلة معنيه ذو حوين عظيمة آدوين مسادر معنيه ذو منابع ودقالة أما إلى ملك صوبحية الضخم معنيه ذو العظيم ووين بمثابة معنيه ذو بمكان مال النعال الحذاء وكبه يختزن يدخر وكيسنية المترامية المتباعدة وكلفك تجتر معنيه ذو تعيد وحسوع النساء ما في جوفها وحعلوشيدة كتر أي سوع النساء إن شاء الله تعالى عشر كين أرضي ما تحلك أيوب نوتشو قدونا أرضي ده واحد نوشي جيا قلب مهمة أو أسايمن أما تدريبات أن خصوصا دري جروب كودة إن يكش قيان أسايمن كا أو أنا ديال سنين وأسايمن مهمة سدوا كلا أرضي ده إنما ده واحد نوصل دري جنا معاني الكلمات كي جلاس كسبن كه هي معاني الكلمات كي جلاس كأير كأو كون يجنا واحد نلاقيها هلا حفتيه كونا حتى كوشرة هلا حفتيه هلا قيبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوكسيادا الإرشاد الإرشاد إسكولس.